clerics and militant clerics being coming in from the likes of عدد من الأئمة المتشددين قادموا من ليبيا والأردن ومصر لنشر فكرهم المتطرف في عقد التسعينيات ونحن ندفع الثمن حتى هذه اللحظة وما علينا أن نفعله الآن هو أن لا يتكرر الأمر وفي الوقت ذاته يجب أن نوقف الأشخاص الذين تبنوا فكرا متشددا من الذهاب إلى أماكن مثل سوريا والعراق للقتال